نفوس طامحة وأذهان منشغلة بأولمبياد ريو دي جانيرو، هذا لسان حال هؤلاء الرياضيين الإماراتيين المختصين في رياضة التايكواندو. هم نحو 70 رياضيا من الجنسين، المنافسة بينهم محتدمة قبل منافسة نظرائهم من الدول الأخرى. أول بطولة شاركت فيها هي بطولة الاتحاد، جبت فيها ذهبية، وهاي كان ثاني مشاركة وخسرت في هاي البطولة، وإن شاء الله مع الأيام مع التدريب إن شاء الله نطور المستوى، إن شاء الله نجيب ذهبية ثانية هنا في الجيرة إن شاء الله. أربعة رياضيين فقط بواقع ذكرين وأنثيين يحق للإمارات وبقية الدول المشاركة في الأولمبياد التباري بهم، ولكن قبل ضمان أربعة مقاعد عمل كبير وتحد أكبر ينتظر هؤلاء في مواجهة مدارس عالمية عريقة. عندنا لاعبين ممتازين جدا، من ضمنهم فارس الطاهر جاب فضية آسيا في البطولة الأخيرة وما قدرش يشارك في البطولة اللي شغاله في الدراسة وفي كلية تقنية الشرطة. عندنا لاعب احمد النعيمي فوز تحت 58 ومن لاعبين ممتازين جدا، وهو مرشح للمشاركه في تصفيات شهر ابريل التصفيات الاسيويه. التفاؤل كبير مع وجود رياضيين اظهروا مستوى مميزا في اخر البطولات الدوليه. موعد مع التاريخ يضربه هؤلاء الرياضيون مرتين، مرة بالتأهل إلى الأولمبياد وأخرى بكتابة أسمائهم كرواد تمثيل الإمارات في هذه الرياضة أولمبياً.